تعادين المهجنات العصايل مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط رشهاب على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي ننتقل إلى المركز الثاني مشوش في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وفي المركز الثالث نجد في المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وفي المركز الرابع المركز الرابع مناور لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى بقيادة المضمر ناصر بن عبد الله المدهوشي وفي المركز الخامس من الجانب الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة مضمر عامر بن دعفوس المنصوري وفي المركز السات انخلي وصل في المركز السات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن هزيم المسافري وفي المركز السابع نجد لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن مكتوم لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سلطان بشر الخاطري وفي المركز الثامن انخلي في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن هزيم المسافري في المركز التاسع حملول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النياني مع بن عتيج بن كسلة الرميذي وفي المركز العاشر صوغان لكن وصل هنا شعار هجن الرياسة شعار هجن الرياسة على ظهر شاهين بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي هذه النتيجة هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل ونرجع إلى المقدمة نرجع إلى شعار العاصفة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات ها هو شاب على المقدمة ومشوش على المركز الثاني وفي المركز الثالث نجد على المركز الثالث والثلاثة بشعار هجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي ثلاثي خطير على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار شعار هجن العاصفة امبراطورية هجن العاصفة اليوم على أرضية الميدان يا سلام على هذا الأداء المتميز كما عودتنا عودت جماهيرها ومحبينها ها هي هجن العاصفة في هذا الموسم وهي تسيطر وتسجل هاتريك في سباقي هذا الصباح وتبع سوبر هاتريك أيضا مع هذا الشوط شوط اللقاء الجعادين المهجنات العصايل ننتقل إلى المركز الرابع ومناور يناور أيضا هنا على أرضية هذا الميدان مناور وهو في المركز الرابع لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى بقيادة المضمر ناصر بن عبد الله المدهوشي وفي المركز الخامس شاهين في المركز الخامس يتسلل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي هملول يصل إلى المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النيان بقيادة المضمر المحترف يمعى بن عتيج بن كسلة الرميثي يا سلام يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز مشوش على المقدمة مناور وصل يناور على مقدمة هذا الشوط بدأ يناور بدأ يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط بدأ يسرع ويزيد من سرعته يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز مناور على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى بقيادة المدهوشي ناصر بن عبد الله المدهوشي وفي المركز الثاني نجد في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي سلام سلام عليك يا هجن العاصفة على هذا الأداء المتميز في كل مكان وفي كل زمان
وفي كل مناسبة. ها هي هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهانينا أيضا للمضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي المركز الثاني مناور لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى، مشوش في المركز الثالث لهجن العاصفة، المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا المبدع دائما معانا في دبي ريسنج أبو عدنان متواجد أيضا. ها هو الآن نشوف نجد ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الأربعة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق. 6 دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني. مناور بدأ كان يناور على مقدمة هذا الشوط في الكيلو الأخير لكن حصل على المركز الثاني، ما قصر أيضا قدم عرض ما فيه الكفاية في زمن وغدره. 6 دقائق 12 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى، تهانينا للمضمر ناصر بن عبد الله المدهوشي المركز الثالث مشوش. 6 دقائق 13 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وهي انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للقاية الابكار المحليات الأصايل. ها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، وأورى الآن على مقدمة